من هذه المساحات الشاسعة بسهل غريس انطلق موسم جني البطاطا، منتوج وفير وبجودة جيدة يعكس مجهود الفلاح طيلة السنة رغم التحديات. أما الحمد لله خير كبير، راه خير كبير، زعما منتوج كبير. شوف في سهل غريس منتوج كبير، راه عندنا هنا في سهل غريس الحمد لله يا ربي كاع الولايات راهم يجوا يدوا منا من عندنا مغريس البطاطا. خاصة الحبيب، قادر غير الدائرة تاع غريس تكفي الجزائر وحدها. وزنا بكثير التوقعات اللي كنا دايرينها، زرعت هنا غرست حوالي 2400 هكتار مما ينتج حوالي 600,000 قنطار. الدعم موجود، نديروا متابعه من بدايه الدوره النباتيه الزراعيه لاي منتوج وخاصه البطاطا لانها ماده استراتيجيه. وفرة في المنتوج ساهم في استقطاب العديد من التجار من مختلف ولايات الوطن لاقتناء البطاطا من الأرض مباشرة بكميات معتبرة وأسعار مقبولة. السعر هي مليحة، يعني الإنتاج مليح جيد، خير راه كاين، والولايات راهم يدوا أكثر من 40 ولاية راهي تجي تعبي منا من الولايات. معسكر ورانا نشرو البطاطا ب 5000 فرنك والسلعة صافية ودير غير الله دير الغلا خير ربي، وراينا تخرج ناشفه. كاين العينه دايره 4000 والمليحه دايره 5000 فرنك. البطاطا راهي مليحه، اي 4000 4.5 سلعه الفورت 5000. ايوا كاين الغلا، كاين خير ربي الغلا وسلعه تخرج شابه ناشفه. لا تزال عملية جني البطاطا متواصلة بمعسكر لتقديم ما تيسر من المنتوج للاستهلاك داخل الولاية وخارجها في صورة تعكس فعلا الأرض لمن يخدمها.